بينما كانت التوقعات تذهب باتجاه خطف أربيل لفوز سهل من منافسه برايتي ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الإياب لدور الكرة الكردستاني الممتاز، بعد حالة النشوة التي عاشها الفريق عقب خطفه لسبع نقاط من المرحلة الثانية، وقف الحظ حيال كسبهم للنتيجة التي تقربهم أكثر من فرق المقدمة، إذ فقد الفريق الأصفر النقاط كاملة بعد أن منح غريمه فرصة تحقيق الانتصار الذي جعلهم أقرب من أي وقت مضى من موقع الصدارة. والله السبب الخسارة أنه تقريبا الشوط الأول يعني اللاعبون بها رخاو، وبس الشوط الثاني سوينا كل شيء بس ما جايبنا جول. على كل يعني احنا يعني استمر على الهدف مالتنا. هجماتكم لم تكن يعني حقيقة مؤثرة. والله احنا شغلنا الاسبوع كله على الجول. اي والله ويا كابتن المدرب كابتن علي. فوز برايتي على اربيل تحقق بكرة مرتدة استثمرت بالشكل الامثل ووصلت الى عمر بيبو الذي هز بها شباك سرهنج محسن، مانحا فريقه فرصة تأكيد حضوره في المواجهة اولا والاستمرار في فرض وجوده بين كبار المنافسين على اللقب. احوال اللقاء انقلبت رأسا على عقب، إذ بادر فريق أربيل في الشوط الثاني بالمحاولات الهجومية طمعاً في التعديل، غير أن الهجمات لم تحقق أهدافها بعدما استبسل حارس مرمى برايتي في الذود عن مرماه، وأجاد المدافعون في الوقوف حيال تسجيل هدف أربيل حتى قائم مرمى هورمان رزقار وقف بالضد أمام آخر المحاولات في لقاء تقلبت فيه حتى الأحوال الجوية. للأسف أضعنا النتيجة بسبب إخفاقنا في التسجيل. الدوري لم يحسم وفريقنا قادر على التعويض. لقاء اليوم كان بمثابة الدرس، اللاعبون يتحملون المسؤولية لخسارتنا أمام برايتي. فريق برايتي يكرر السيناريو مجددا ويخطف من أربيل فوزا ثمينا يرفع من خلاله رصيد نقاطه إلى 22 نقطة، ملحقا بأربيل خسارة جديدة هذا الموسم. عمار ساطع، الحرة، أربيل.